انا وحضراتكم مره تانية بعد الفاصل، مكملين مع كابتن مهند لاشين. برحب بيك مره تانية يا كابتن. قولي بقى يعني الاجواء الرمضانيه بتاعتك، بتعمل ايه في رمضان؟ والله رمضان المره دي جاي صعب قوي يعني. كابتن طارق ما شاء الله حدث لنا برنامج كله بالليل يعني، فمش مدينا فرصه ما هو خالص. لازم بالليل يعني، انت من اللعيبه اللي بتحب انا تلعب وانت صايم. بالظبط. لا انت صعب عشان يبقى عندك وقت بقى بالليل صلاه التراويح، وهيبقى عندك وقت وبعدين احنا بناكل مثلا وبنتبسط يعني، ناكل بقى ونقعد نرتاح شويه. انت بتاكل ايه في رمضان؟ بصراحه محشي وبط اول يوم ده محشي، هو معروفه كل المصريين مصر كلها محشي وبط. ما ينفعش ناكل غير محشي وبط. لكن خلاص بقى ما عادش فيه بقى، هنقضيها تمر بقى الفتره الجايه. كابتن طارق ما شاء الله عاملين التمرين الساعه 9، فما فيش وقت تاكل بقى وتنزل تمرين، نقضيها سحور بقى السنه دي. طيب من قبل بقى التمرين وقبل الفطار بتعمل ايه اول ما بتصحى كده؟ لا هو الموضوع يعني مش عايز بقى ابقى زي الناس اللي بتقول لك بصلي واقعد اقرا قران طول الوقت. ده كده كده موجود طبعا بشكل اساسي. علاقتك ايه بالسوشيال ميديا؟ والله لا انا مش يعني انا مش من هواة الميديا بقى، وطول الوقت موجود وطول الوقت بتكلم وكده. قليل لما بظهر يعني، ما بس ليه قليل لما بتظهر؟ ما بشوفش ان هي يعني، بشوف ان هي بتاخد شويه من تركيز اللعيب يعني. يعني بشوف امثله قدامك بس طبعا مش هقول اسامي، لكن اغلب اللعيبه اللي او الرياضيين اللي بيركزوا في حته الميديا قوي بيبقى بياخد شويه من تركيزهم في الملعب. بيسمع قصدك يعني؟ ما هو اصل عايز اقول لك على حاجه، اللي بيركز في الميديا اكيد بيسمع للناس وبيشوف الراي وبيشوف الكلام ده، فما بس ممكن بشكل ايجابي يعني، بشوف علشان لو في مشكله اصلحها. ما فيش مشكله، بس انت هتقابل ردود فعل الناس دي في الواقع يعني، في وانت ماشي على رجلك هتشوف الناس بتقول رايها ايه، وهتسمع راي الناس وهتسمع وهتتكلم معاهم، وده هيبقى يعني بتهيالي هيكون افضل. لان انت برضو خد بالك الميديا برضو ما بقتش داعم قوي على قد ما هي حاجه بتكسر شويه حاجه بتاذي يعني. بالظبط. وما بقتش كمان كلها ناس عندها الوعي الكافي ان هم يتكلموا ويقولوا، فاهم؟ قليلين اللي عندهم اراء فعلا تتسمع. حاجه مهمه انك تبقى مرتبط بالناس، لكن مش حاجه مهمه يعني الدوري شغال ابقى انا مركز في الميديا او كل شويه على الميديا، لا مش شايف حاجه دي مش كويسه يعني. طيب شايف الفتره الاخيره السوشيال ميديا ساهمت في انتشار اجواء رمضان ولا لا؟ طبعا، بس خدت مننا برضو يعني. رمضان يعني لو جينا نفكر في رمضان قبل كده كان قبل احسن، كان احسن بكتير طبعا. كان كان دايما في لمه كده وفي بيت وفي صحاب. ايه اللي بيوحشك في رمضان اللي فات عن دلوقتي؟ والله لو من سنين بقى، بس الكلام ده انا يعني الخماسي بقى قبل رمضان والحاجات اللي قبل السحور، خماسي والحاجات دي طبعا. اجواء طبعا الواحد مفتقدها طبعا، لان هو مش في البلد عندي، فطبعا اكيد مفتقد المواضيع دي. لكن يعني هي دي الحاجات اللي الواحد يتمنى ان هي ترجع تاني طبعا. والميديا خدت من حاجات كتير يعني، طيب ادى علينا وقت كتير قوي في رمضان يعني. طب في رمضان بتحب تخرج اكتر ولا تقعد في البيت؟ لا في البيت. في البيت في البيت اكتر، لان هو مش يعني واحد ما خلاص تمرين بقى بالليل، والكابتن طارق ما شاء الله عاملين التمرين بالليل. هتتعب بالليل، هتروح تتسحر وتنام، تصحى مفرهد في رمضان وتجهز عشان تمرين. ربنا يهديه ويغير معاه. انت بتوصل له رساله غير مباشره يا كابتن طارق، هغير معاه. ما اقدرش اعدل على كابتن طارق، بس المواعيد يعني المواعيد في مواعيد عايزه من كده.